تونس اليوم تعيش تحت الفقر المائي، معدل نصيب الفرد أقل من 450 متر كيب للشخص في السنة. هذا معناه بإقرار المنظمات العالمية اللي تقر كون أي شخص يتمتع بأقل من 500 متر مكعب من الماء في السنة ويعتبر تحت خط الفقر المائي. هنا برشا أسباب معناها أدت إلى الفقر المائي، وكذلك اليوم نحكوا على ندرة مائية بالنسبة للبلاد التونسية. الأسباب نجم نبوبها إلى جانبين، والجانب الطبيعي والجانب الجغرافي للبلاد التونسية بحكم إنها جد في مناخ من شبه جاف إلى جاف، وكذلك عندنا عوامل أخرى اللي هي مرتبطة بسياسات الدولة والاستراتيجيات المتبعة منذ الاستقلال. إحنا التساقطات متاعنا في المناخ معناها الجاف توصل سنوياً إلى 20 مليار متر مكعب، يتم منها تجميع سوى 4.5 مليار متر مكعب، البقية تمشي إلى معناها تمشي للبحار. كذلك معناها من المشكلة متاع السياسات أنه ما عندناش سياسات تنبع من مستوى محلي ثم جهوي ثم إلى مستوى الوطن. احنا ما عندناش كل جهة أو كل ولاية معناها تتبع في سياسة في إطار تعبئة الموارد المائية. في إطار زيارة المقر الخاص المعني بحقوق الإنسان والحق في الماء والصرف الصحي، هي ما كشفتش ولكن أعطت الحقيقة، هي موجودة وهو جيست معناها كما نقول وقف على الحقائق هذه. قمنا معناها معاه بزيارة ميدانية، شاف وعاين وضعية الناس، شاف إنه الحق في الماء ما هوش مضمون كما اللي المعطيات اللي كانت تعطي فيها السلطة، وعاين معناها خاصة معناها ثم مناطق إنه ما فيهاش ماء أصل، خاصة معناها مناطق القروان ومناطق الحوض المنجمي. كذلك عاين إنه المدارس تفتقد إلى معناها الماء، وهذا مشكل كبير معناها لأنه النشأة متاعنا نورمالمون هم يكونوا في ظروف معينة باش يقروا، مكتشف إنه ما تمش ماء. كذلك الحق في الصرف الصحي ما هوش متوفر لجميع الناس. هو ما سبالك هي ثم حاجتين، ثم الرأي متاع المواطن وثم الرأي متاع السلطة. الرأي متاع المواطن يقولك غير صالح للشرب، ونحن نوافقوه. معناها مؤخرا في منطقة في القروان معناها قاموا بتحاليل وأثبتوا كون الماء غير مطابق للمواصفات التونسية والعالمية، وهذا لاحظوه معناها حتى بمرأة العين أنه الماء متاع الصناد معناها فيه مطعم، فيه ريحة، فيه معناها ساعات يجي معناها بالطماء أحمر متاعو أحمر، بالنسبة لنا احنا غير مطابق للمواصفات وما يتشربش. بالنسبة للسلطة تقولك راهو مطابق للمواصفات ويتشرب ومعناها وما فيش حتى مضرة. كي نسألوا المسؤول علاش معناها الكاليتي متاع الماء معناها طايحة بالدرجة هذيك، لسببين. أول شيء نسبة ارتفاع الملوحة في الماء، أن توصل معناها حتى 1 ملغرام في اللتر، هكا علاش معناها الماء يجي رزين. بالنسبة للريحة هي الريحة متاع الكلور، لأنه هم يزودوا في نسبة الكلور معناها الكلور معناها يحطوا في ياسر في الماء، هكا علاش المواطن يشم الريحة متاع الكلور، والتردي أساسا جاي من الملوح، على عكس المياه المعدنية معناها اللي هي أقل ملوحة توصل حتى 0.36، وهذا معناها الماء يعتبر معناها ذات جودة عالية. الترشيد متاع استهلاك الماء الدولة تخلت على دورها في معناها في هذا المجال. قبل كنا على الأقل نلاحظوا أنه ثم برامج تلفزية معناها تتعدى على ترشيد المياه، تو ما ثماش، تو معناها الدولة سيبت كل شيء. المواطن والله يتصرف معناها من راسه، صحيح ثم مواطنين معناها قاعدين يبذروا في الماء ويستهلكوا في الماء بطريقة عشوائية، لكن المواطن في نهاية الأمر ماهوش هو المشكل. المواطن راهو في قطاع المياه هو يعتبر الحلقة الأولى. إذا كان احنا اليوم ندخلوه في حلقة ترشيد الاستهلاك ونشجعوه بأنه يعمل ماجل في داره أو يعمل فسقية معناها ويحاول أنه معناها يعمل تعبئة موارد مائية خاصة به، اليوم أنا رانا دخلناه وأصبح هو قوة فعل وأصبح هو بدوره يرشد في الماء.
موجودين معناها الحلول هذية، واهم حل هو معناها ترتيب اولويه استعمال الماء باش النجم، خاطر ثم بعض المناطق ثم اولويه للاستعمال الفلاحي على الاستعمال البشري، وثم في مناطق اخرى الاستعمال الصناعي ذات اولويه على الاستعمال البشري. احنا نحب اليوم معناها ترتيب اولويات، يلزم المياه الموجهه نحو الاستهلاك البشري هي تكون ذات اولويه على بقيه القطاعات. كذلك احنا اليوم معناها نشوفوا كون معناها وزاره الفلاحه هي اللي تستعطر بنصيب الاسد في مجال المياه، نطالبوا بإخراج الماء من تحت وزارة الفلاحة معناها وإفراده بهيكل مستقل يتعامل بصفة أفقية مع جميع القطاعات. اليوم معناها لازمنا تدقيق مائي للمنشآت الصناعية متاعنا، معناها صار الوقت أنه كل مؤسسات صناعية تستهلك في الماء اليوم معناها تخرج لنا شنو قاعدة تعمل بالماء. لازمنا فتح ملف المياه المعدنية كيفاش معناها صارت اعطاء اللزمات او اعطاء التراخيص لفتح وحدات تعليم المياه.